ما حكم رجل أنزل وهو محرم عن طريق مباشرة امرأته دون جماعها؟ هل عليه كفارة أم تكفي التوبة؟ لابد من التوبة ويقضي اليوم، يقضي اليوم اللي حصل فيه الإنزال لأنه بطل صيامه، ويتوب إلى الله من هذا العمل لأنه معصية. أما الكفارة ليس عليه كفارة لأن هذا ليس بجماع. نعم. صلى الله عليكم. الرجل محرم، المحرم عليه فدية. نعم عليه فدية، إذا أنزل وهو محرم يكون عليه فدية بسبب المباشرة. نعم، فدية يخير فيها بين ذبح شاة في مكة أو إطعام 6 مساكين في مكة أو يصوم 3 أيام. نعم.